السلام عليكم وليد، يعطيكم العافية وعطلة سعيدة. مبسوطة جدا إنه رح أشرح معكم مادة الفسيولوجي إن شاء الله. والفسيولوجي بحر كثير حلو من أجمل بحور الطب. رح أبلش معكم إن شاء الله بأول فيديو، أول بارت، خلينا نحكي من الجنرال فسيولوجي. مبدئيا أعزائي، الفسيولوجي بشكل عام هي علم بدرس بوظيفة هذا الإشي، بوظيفة هذا العضو، فهو دايماً بحط الوظيفة قبل أي إشي تاني. فأنت بدك تكون عارف، أنت بس تدرس فيسيولوجي بدك تدرس وظيفة هذا الإشي قبل أي إشي تاني ممكن يخطر على بالك. أوكي، بدي أدرس ستراكشر، بدي أدرس شكل، بدي أدرس تركيب. بس بالنسبة لي أنا بالفسيولوجي الأهم هي وظيفة هذا العضو، الوظيفة، تمام؟ وبدي منكم كمان انه انتم بس تدرسوا فيسيولوجي حطوا في بالكم الوظيفة قبل اي اشي تاني. حطوا في بالكم شغلة تاني، واللي هي سؤالين كتير مهمين: why and how، ليش وكيف، ليش هاد مكانه هون وكيف بيشتغل. مثلا صار في عندي مريض، كان في عندي مريض نزف دم كثير، صار عنده هايبوتنشن. ليش صار معه هايبوتنشن؟ طب شو هي الميكانيزم اللي ادت لحدوث هايبوتنشن؟ هايبوتنشن يعني انخفاض في ضغط الدم. ليش وكيف؟ فنحن هون بالفسيولوجي ندرس الوظيفه، وحتى نقدر نفهم وظيفه هذا العضو او وظيفه هذا الإشي لازم يتكرر في بالنا سؤالين: ليش وكيف؟ ليش هذا الإشي صار وكيف صار؟ اوكي؟ خلينا نبلش اعرفكم عن الفسيولوجي، خلينا اعرف ابلش اعرفكم عن الهيومن فسيولوجي. الفسيولوجي is the science that the sick to explain the physical and the chemical mechanism response for the origin, development and processing of the life. فإذا الفسيولوجي هو علم بيوضح لي الميكانيزم، الآلية، كانت فيزيكال أو كيميكال، المسؤولة عن تطور كائن حي. وبدي أحكي لكم معلومة كتير مهمة، إنه أنت بس تلفظ فسيولوجي تلفظ فيزيكال، يعني نفس اللفظ تقريبا، مثل الفيزياء التوجيهي. فيزياء التوجيهي شو كنا بندرس فيها؟ كنا بندرس فيها كثير شغلات، كنا بندرس فيها السرعة، الزمن، التسارع، كيف صار هيك، ليش صار هيك، متى صار هيك، وسرعة هذا الجسم، انطلق هذا الجسم بسرعة ثابتة. كنا بندرس نفهم نعرف الوظيفة، نعمل عمليات حسابية. فكانت كليته بشكل أساسي معتمد على الفهم، هذا الفيزيكال، حفظ القوانين، حفظ أشياء جنرال. هذا هو الفسيولوجي. الفسيولوجي قريب جدا للفيزيكال، الفيزياء اللي كنا بناخذها بالتوجيه، قريب جدا كمفهوم، كجنرال، ككونسبت، تمام؟ فنكون شوي متحمسين للفسيولوجي. وبتعتمد على الحفظ بشكل كبير، بتعتمد على الفهم بشكل كبير، وان شاء الله رح تحبوها. That are response for the، هاي العمليات الكيميائيه اللي انا كفسيولوجي قاعد بدرسها هي مسؤوله عن تطور ونشاه الحياه. بس بدكم تكونوا عارفين انه الفسيولوجي كعلم مش بس للإلي، للانسان. فسيولوجي في عندي موجود، في عندي بكتيريا للفسيولوجي، في عندي فسيولوجي للبكتيريا، في عندي فيروس للبكتيريا، فسيولوجي للفيروس. كيف يعني؟ هسا الفيروس في عنده تركيب، في عنده مركبات، تركيبه البسيط، تمام؟ هذا التركيب البسيط للفيروس نحن قاعدين ندرس الوظيفه تبعته. بس قاعد بحكي انا بدي ادرس وظيفه هذا التركيب، انا قاعد بحكي فسيولوجي. طب انا كدكتوري، انا كطبيب، انا كطالب طب، ايش بيهمني؟ بيهمني الهيومن فسيولوجي. ايش بيهمني؟ بيهمني الهيومن فسيولوجي. شو الهيومن فسيولوجي؟ is the science of the human physiology. هو علم، هذا علم الهيومن فسيولوجي، هاد بيشرح لي خصائص وميكانيزم معينه، يعني واليات معينه وخصائص معينه وظائف شغلات. هاي الشغلات بتخلي من الحياه شيء ممكن، بتخلي من الحياه شيء ممكن. اوكي، تمام، هذا هو الفسيولوجي. بالنسبة لأول ثلاث محاضرات إن شاء الله رح يكون في عنا عنوان رح يتكرر كثير. عنواننا هو Physical Organization of the Human Body and the Control of the Internal Environment. إن شاء الله اليوم بالمحاضرة
محاضرتنا هاي رح ناخذ اول موضوع بالبارت هاد. اسف رح ناخذ اول موضوع هسه فانكشنال اورجانيزيشن. انا حكيت بالبدايه انه انا في عندي فيسيولوجي. فيسيولوجي معناها فانكشن. لمين؟ لا الهيومن بودي، لا الجسم الانسان. نحن نعرف هاي الشغلات كلها، هذا الاورجان. ليه صار في عندي سيستمات؟ ليه في عندي سيركوليشن سيستم؟ ليه في عندي جهاز دوران، جهاز هضمي، جهاز تناسلي، هاي جهاز الاخراج، كل هاي الاجهزه 13 جهاز بجسم الانسان، كل هاي الاجهزه. تمام، كل هاي الاجهزه كيف نركز، كيف تكونت، او كيف وليش تكونت، كيف اجتمعت. تمام، ليه اجتمعت مع بعضها، شو الوظيفه اللي بتاديها، الاستراكشر تبعها بناء على وظيفتها. هذا الشيء رح نتعرفه ان شاء الله. كمان رح ناخذ شيء اسمه كنترول، اجهزه التحكم، بالبارت رقم 4 الكنترول سيستم اوف ذا بودي. كنترول سيستم اوف ذا بودي، شغلات اللي بتتحكم لي في جسمي. ايش اللي بيخلي جسمي نورمال هيك؟ ايش اللي بيخليني طبيعيه؟ اذا في عندي اجهزه التحكم، اكيد اول ما تسمعوا اجهزه التحكم رح يخطر على بالكم الدماغ انه بيتحكم بكل شيء، صح. وفي عندي اجهزه ثانيه رح نتعرف عليها، وكل الاجهزه تجتمع مع بعضها وبتتعاون مع بعضها مشان تكون لي بودي، مشان تحافظ لي على جسمي. كنترول اوف ذا ايش اوف ذا انترنال انفايرمنت. بدكم تكونوا عارفين مبدئيا من هذا العنوان انه في عندي انترنال انفايرمنت وفي عندي اكسترنال انفايرمنت، حنحكي عنها ببارت 2 ان شاء الله. انترنال انفايرمنت البيئه الداخليه اللي داخل جسمي، او الداخل جسمي رح نفسرها او نفصلها اكثر بالبارت الثاني. اكسترنال انفايرمنت كل شيء حوالي، كل شيء فوقي، شمس، ضوء الشمس، الهواء، البرد، الثلج، كله هذا اكسترنال انفايرمنت، شغلات بتاثر علي من برا. تمام، ان شاء الله اليوم ان شاء الله بالبارت هذا رح نحكي عن السيل ار ذا ليفينج يونت اوف ذا بودي. بكره البارت الثاني رح يكون في عندي اكسترنال سيلر فلويد، اكسترا سيلر فلويد، هيموستاسيس، كنترول سيستم اوف ذا بودي. هدول اول اربع بارتات ان شاء الله رح يكونوا مجانيين للجميع. تمام، سيل ار ذا ليفينج يونت اوف ذا بودي، اول كونسبت معنا سيل ار ذا ليفينج يونت اوف ذا بودي. اكيد يعني مش شيء غريب عليكم، يعني بس احكي سيل ار ذا ليفينج يونت اوف ذا بودي شيء مش غريب عليكم، او مش انه مش مار عليكم، لا مار عليكم صح. الخلية هي الوحدة الأساسية للجسم. ليه؟ لأنه ببساطة أخذنا بالتوجيهي أو قبل التوجيهي إنه الخلايا بتجتمع مع بعض بتكون عندي نسيج، النسيج بيجتمع مع بعض بتكون عندي شو؟ أورجان، عضو. الأعضاء بتتكون مع بعض بتكون عندي سيستمات، السيستمات يعني سيستم سيستم سيستم، السيستمات بتكون مع بعض بتكون عندي البودي، صح؟ جسم الإنسان. فأكيد نحن بنبلش من أصغر حتة، أصغر حتة يعني أصغر جزئية تحت هي السل، الخلية. فلولا وجود السل أو لولا وجود السل ما تكونش عندي الأورجن أو ما تكونش عندي البادي كله. تمام؟ فالسل هي living unit of the body ببساطة. أوكي، بتوقع الصورة هون الموجودة عندكم مرة عليكم أو شايفينها قبل هيك، هي البيسك سيل ستراكشر. بيسك سيل ستراكشر، في عندي ميتوكوندريا، في عندي لايزوزوم، في عندي رايبوسوم، في عندي نوكليك. تمام؟ في عندي جولجي أباراتوس، كلها هي محاطة بإيش؟ محاطة بالبلازما ميمبرين، صح؟ صح؟ هذا البيسك سيل ستراكشر، هذا الستراكشر اللي لازم يكون موجود بكل الخلايا حتى تكون قادرة على أداء وظيفة معينة. تمام؟ فهذا البيسك سيل ستراكشر، بيسك سيل ستراكشر. The basic cell, the basic living unit of the body is the cell. أوكي؟ معلومة كثير مهمة نحط عندها هايلايت. إيش تشو؟ كل تشو أور أورجن والعضو بصير بيجتمعوا مع بعض، بصير لهم اجريجيت، بيجتمعوا مع بعض of the many different cells من خلايا مختلفه، بيجتمعوا مع بعض عن طريق intracellular supporting structure. الحلو بالفسيولوجي انه ما رح ندرس هاي الستراكشر اللي خلت التشو يجتمع مع بعضه، اللي خلت الاورجن يجتمع مع بعضه، ما رح ناخذها، لا احنا رح نعرف شغلات جنرال. تمام، بس نكون في عارفين انه في عندي شيء اسمه internal cellular supporting structure خلت لي هاي التشو، خلت لي هذا الاورجن يجتمعوا مع بعض يؤدوا وظيفه معينه. تمام، بدي اياكم تكونوا عارفين نقطه جدا جدا مهمه. انا لما باجي بسالكم الخلايا اللي بالقلب نفس الخلايا اللي بالكبد نفس الخلايا اللي بايدي، هتحكوا لي طبعا لا. طب رنا، طب شوي اخذنا البيسك سيل ستراكشر انه هذا شكل كل الخلايا، ليه طبعا لا. في عندي شيء اسمه adaptation، تكيف. مثل ما نحن بنتكيف بالجو البارد، يعني هل رنا بالجو الحار نفس رنا بالجو البارد؟ طبعا لا.
رنا بتتكيف مع الوظيفة، رنا بتتكيف مع الأجواء اللي هي موجودة فيها، فبتغير من الستركشر، بتغير من اللبس، بتغير، صح؟ أكيد. فنفس الإشي السن، مكان ما هي موجودة بتغير من حالها، بتتكيف، وهذا الإشي اللي بصير فعليا. إيش type of the cell؟ بعمل adapt، بعمل adaptation، تكيف. ليش؟ مشان يأدي الوظيفة تبعته. فالخلايا بالقلب مالها؟ خلايا بالقلب دائما contraction، دائما انقباض، دائما contraction، دائما انقباض. فبالتالي هي شو؟ هي بدها energy، بدها ATP، بدها طاقة. إيش يعني بدها طاقة؟ يعني بدها ميتوكوندريا، بدها ميتوكوندريا بكثرة، عدد كبير من الميتوكوندريا. فهي شو بتعمل؟ بتعمل adaptation. كيف هذا الادابتيشن بكون؟ إنها تقل، تزيد من عدد الميتوكوندريا، تزيد من عدد الميتوكوندريا، يعني زادت الاي تي بي، يعني أدت وظيفتها على أكمل وجه. أو جريت، صح. عرفنا إنه كل خلية بتأدي وظيفتها، وبناء على الوظيفة بتعمل adaptation للستركشر تبعها. هاي الإشي وثق لي شغلة كثير مهمة حكيتها بداية الفيديو، إنه physiology function، physiology is a function. تمام. Many cells of the body often different markedly from one another, but all the certain basic characters are like. ممكن خلية تختلف عن الخلية الثانية، خلية القلب تختلف عن خلية الكبد والكلى، تختلف عن خلية السكيتال ماسكل، بس البيزك ستراكشر هاي موجودة. ما في خلية بدون ميتوكوندريا، ما في خلية بدون نقلة، موجودة، بس الستراكشر نفسه تبعها بيختلف. كيف يعني؟ ميتوكوندريا أكتر بالهارت، بالقلب، حلو؟ نقلك أقل بخلايا الريد بلاد سيل وهكذا. لكن بهذا يعني إنه مش موجود، لا يعني إنه نقلك مش موجودة، موجودة. البيزك ستراكشر هي موجودة بكل الخلايا، بس الأدابتيشن بناء على وين هي، بناء على الفانكشن تبعتها تختلف. بدها ميتوكوندريا أكتر، بتوفر ميتوكوندريا أكتر. بدهاش نقلك، بتقلل من النقلك. تمام؟ خلينا نتعرف أكتر على الأدابتيشن، ناخد أمثلة أكتر على الأدابتيشن. الستركشر الأدابتيشن to the function، معلومة كتير مهمة، نقطة كتير مهمة. إحنا بالفسيولوجي بندرس function، إحنا بالفسيولوجي جماعة بندرس function. فالستركشر بيعمل adaptation بناء على شو؟ بناء على الفونكشن، بناء على وظيفته. الموديفيكيشن for the basic structure، التغيرات اللي بتصير على البيسك ستراكشر of the cell، مثل اختفاء عضو معين، قل يعني disappear for some organs، اختفاء أعضاء معين، مش اختفاء بشكل تام، لا، نتقل كعدد، أو زيادة عدد معين مثل ما أخذنا بالميتوكوندريا مثال الهارت. تمام؟ أول مثال رح ناخذه هو الماتيور ريد بلاد سيل. الماتيور ريد بلاد سيل، خلايا الدم الحمراء، ماتيور معناها ناضجة. خلايا الدم الحمراء الناضجة، إيش يعني خلايا دم حمراء ناضجة؟ ناضجة يعني قادرة على أداء وظيفتها. طب إيش هي وظيفة الريد بلاد سيل؟ مثل ما أخذته بالتوجيه، ورح أرد أذكركم إنه 98% من الريد بلاد سيل، 98% من الأكسجين بيتم نقله عن طريق الريد بلاد سيل، خلايا الدم الحمراء، صح؟ فإذا الماتيور ريد بلاد سيل هي الخلايا الريد بلاد سيل القادرة على أداء وظيفتها. فهي إيش بدها؟ هي بدها تنقل الأكسجين. تمام؟ تنقل الأكسجين. فبالتالي يعني مثل ما نحكي، هي بدها مساحة، هي بدها تزود المساحة حتى تقدر تكون، حتى تكون قادرة على نقل الأكسجين. فبالتالي هي مش بحاجة للنقل وأذر أورجنز ثانيين، لكن أهم مثال عليهم هي النقل. فإذا الماتيور ريد بلاد سيل حتى تكون قادرة على أداء وظيفتها، بتقلل من النوكليكس، النواة ببساطة. تمام؟ المثال الثاني، الخلايا اللي بتنتج أو بتعمل سكريشن. تمام؟ إفراز، يعني الخلايا بتفرز إشي. إندوكراين سيل، الليفر سيل، صح؟ مش تفرز هرمونات، بتفرز عرق، بتفرز شغلات تانية. تمام؟ هاي الأورجانز مهمتها الأساسية هي السكريشن. حتى تكون قادرة على السكريشن، هي بحاجة لأعضاء في البيسك سيل ستراكشر يكون عددها كبير. هاي الأعضاء تساعدها بوظيفتها. طب مين هي هاي الأعضاء اللي بتساعد الخلايا الإفرازية اللي بتفرز لوظيفتها سكريشن،
اندوكراين سيل ليفر سيل والى اخره. ايش هي الخلايا او الاورجنز اسف للبيسك سيل ستراكشر بحاجه انها تزيد كميتها؟ واحد الجولجي اباريتوس والاندوكراين ريتيكولوم، تمام؟ هي بحاجه الى زياده الجولجي كومبلكس او الجولجي اباريتوس، تمام؟ وبحاجه الى زياده الاندوكراين، تمام؟ هذا المثال الثاني. فاذا حسب الوظيفه الاستراكشر بيصير له ادابتيشن، منها سكريشن بتزيد من الاعضاء اللي بتساعدها على وظيفتها السكريشن اللي هم الجولجي اباراتوس، الاندوكراين ريتيكولوم والى اخره. ناخذ اخر مثال هو السكيتا الماسكي او الخلايا اللي بتعمل الجاستريك جوس الحمض، تمام؟ العصارة الحمضية. فالسكيتا الماسكي سيل والسيل ميكينج جاستريك جوس، هاي الخلايا بدها انرجي، بدها طاقة. أول ما تسمعوا خلايا بدها طاقة، كيف رح يخطر على بالكم؟ إنها بدها تزيد ميتوكوندريا مشان تزيد من إنتاج الـ ATP، صح؟ هاي هي الثلاث أمثلة اللي أخذناها. أول مثال كان مثال على إنها تقلل أورجنز، كان النوكليك. المثال الثاني كان إنها تزيد من الأورجن، مثال عليها الجولجي أباراتوس. المثال الثالث كمان تزيد من الأورجنز، مثال عليها الميتوكوندريا، تمام؟ فإذا عرفنا الأدابتيشن، عرفنا إنه الستركشر أدابتيشن تو ذا فانكشن، لكنهم كلهم متشابهين بالبيسك ستراكشر، بس بناء على وظيفتها بتعمل بعض الموديفيكيشن. There is a general function must all cell. في عندي وظائف تعملها كل الخلايا. كل الخلايا بتعملها. ليه؟ ليه كل الخلايا بتعملها؟ حتى تحافظ على السيل فانكشن، حتى تحافظ على وظيفتها. حتى تكون قادرة إنها تعيش. يعني مثلاً حتى إنسان بشكل عام يعيش بده يأكل، بس يأكل في عندي عمليات كيميائية بتصير داخل جسمه، بعدين في عندي عملية إخراج، فإخراج الأكل أو إخراج الوست برودكت، تمام؟ ونفس الإشي الخلية، الخلية حتى تكون قادرة إنها تعيش وتحمي حالها، تحمي حالها بدها تأدي وظائف. هاي الوظائف كل الخلايا بتعملها، كل الخلايا بتعملها، اوكي؟ شو هي الخلايا هاي؟ شو هي الوظائف هاي؟ اول اشي خليني ارسم لكم رسمة بسيطة هون. هاي في عندي خلية، هاي خلية. الخلية هاي تاخذ اكل، صح؟ تاخذ اكل من الدم، مش الدم بيوصل الاكل للخلايا، تمام؟ هاي مجرى الدم هو البلود فيزل، ودى نقل الأكل للخلايا. فإذا الخلية أخذت الأكل. بعد ما تأخذ الأكل هاد النيتروجين أو الأكسجين مثال، بعد ما تأخذه رح تعمل عمليات كيميائية. ليه بدها تعمل عمليات كيميائية؟ مشان تستفيد من الأكل اللي أكلته، أوكي؟ هي بتستفيد من الأكل اللي أكلته وأخذته من البلد فيزل، تستفيد من الأكسجين، حلو؟ بعدين في عندي ووست برودكت، يعني بس تأخذ الأكسجين رح ينتج عندي شو؟ ووست برودكت، مثال عليها ثاني اكسيد الكربون. فهي بحاجه انها تطلع ثاني اكسيد الكربون. فاذا اول ثلاث وظائف بتعملها الخليه كل الخلايا، اول ثلاث وظائف بتعملها كل الخلايا، واحد هي بتاخذ الفود، تاخذ الغذاء والاكسجين من الانفايرمنت، من البيئه المحيطه فيها. والبيئة المحيطة لكل الخلايا، إما خلايا هيك، الخلايا هيك، خلية مجاورة لخلية تانية، مجاورة لخلية اللي بعدها، وهم على تواصل مع الدم البلد فيزل، هيو، أوكي؟ فالسراوند الانفايرومنت المحيطة فيها ممكن تكون خلايا نفسها أو ممكن تكون البلد فيزل، وهذا الشيء رح نوضحه بالتفصيل إن شاء الله بالبارت التالي، تمام؟ إذا أول وظيفة هي تأخذ الغذاء. الوظيفة الثانية إنها تعمل الكيميكال رياكشن، إنها تستخدم النيتروجين، تستخدم الأكسجين عشان تعطيني إنيرجي. لأنه حكينا فوق كل الخلايا عندها ميتوكوندريا، كل الخلايا بتعطيني إنيرجي، كل الخلايا بحاجة للطاقة. الخطوة الثالثة بدها تشيل إليمينيت معناها تحذف أو تزيل. من داخل الخلية، من البيئة الداخلية، بدها تشيل الكربون دايوكسيد والأذر ووست برودكت. بدها تشيلهم اللي نتجوا من الكيميكال رياكشن اللي عملتها بالخطوة 2، بدها تشيل الوست برودكت.
خطوة رقم أربعة، خطوة مهمة، صناعة البروتين. وأذر كومباوند، ليه هي بحاجة البروتين وبحاجة لأذر كومباوند؟ مشان تعمل جروث، مشان تبني سيل ستراكشر، مشان تبني أورجنز داخلها. فإذا هي بتصنع بروتينات، بتصنع مكونات تانية مشان الجروث تبعها أو مشان تأدي الوظيفة تبعتها. خمسة، Controlling the large extent of the exchange material between the cell and its surrounded environment. خمسة وستة يا جماعة رح نحكيهم بالتفصيل المحاضرة ستة، ببارت ستة، بس تكونوا عارفين إنه نحن البشر، نحن كبشر نقدرش نعيش بدون ما نتعامل مع غيرنا، تمام؟ فالحال الطبيعة، الطبيعة البشرية بدك تاخذ وتعطي. نفس الإشي الخلايا، الخلايا بحاجة إنها تتعامل مع الخلايا المجاورة لإلها ومع الانفايرمنت المجاورة لإلها. فوق بأول أول نقطة شو حكينا؟ حكينا إنها بتاخذ الغذاء من الانفايرمنت المحيطة فيها، فهي عندها تواصل، عندها شانل، عندها قنوات، عندها طرق. هاي الطرق هي اللي بتسمح لها، تمام، إنها تتعامل مع الانفايرمنت المحيطة فيها وتاخذ اللي بحاجته وتطلع اللي مش بحاجته، تمام؟ فنقطة رقم خمسة، شو بدها تتعامل مع البيئة المحيطة حواليها، فهي بدها تبادل المواد، أخذت أكسجين بدها تطلع ثاني أكسيد الكربون، تمام؟ نقطة ستة، moving bacteria from one part of the cell to another، تنقل المواد من مكان لمكان، تنقل المواد من مكان لمكان داخل الخلية نفسها. والمثال هون بالصورة تبعتنا، احنا ايش اخذنا؟ اخذنا انه في عندي نوكليك، في عندي رايبوسومز. هسا بس عند تصنيع البروتينات، مش تصنيع البروتينات، احنا بنصنع الامر ان اي، الامر ان اي بيطلع لبرا صح، بيطلع للسيتوبلازميك، بيروح للريبوسوم، بعد ما يروح للريبوسوم بتصير في عنده تصنيع بروتين. هسا لاحظنا انه الماتيريا انتقلت من مكان لمكان داخل الخلية نفسها، وهذا إشي جدا 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 مهم. فإذا أخذنا إنه الخلية بحاجة إنها تتعامل مع الخلايا المجاورة لها، بحاجة إنها تتعامل مع الانفايرمنت المحيطة فيها. نفس الإشي هي تنقل الماتيريالز من بارت لبارت في الخلية نفسها. نقطة رقم سبعة، إحنا قاعدين نحكي عن وظائف، سوري، وظائف بتصير بكل الخلايا، تمام؟ moving material from one part of the cell to another، حكينا. رقم سبعة، being sensitive and responsive to the change in the surrounded environment. هي كتير مهمة. تخيلوا نحن البشر كبشر completely body كامل، جسم كامل، بس يصير برد بنحس بالبرودة، بنستجيب لهاي البرودة. نفس الاشي الخلايا تبعتي، الخلايا بس يقل الدم اللي واصل لإلها، تعمل adaptation، هي بتحس انه الدم قل، في مشكلة، فبتعمل استجابة. فكل الخلايا لازم تكون قادرة تحس وتستجيب لأي تغير ممكن يصير في البيئة المحيطة فيها. وهي نقطة كثير مهمة، كثير كثير مهمة، لأنه لو الخلية فقدت الإحساس بأي تغيير بصير حواليها، يعني هاي الخلية مرضت وصار في عندي مرض. تخيل صار في عندي نقص في الأكسجين، تمام؟ يعني نقص في الدم اللي واصل للخلية، هاي الخلية كبيرة كبيرة وبحاجة لكمية كبيرة من الدم. تخيلوا الدم بطل يوصلها، حلو؟ أو صار يوصلها بكمية قليلة، أقل بكتير من اللي كانت بتاخده، أقل من الكمية اللي كانت بتاخده. هي ما حست بهذا الإشي، ما كان في عندها سنستم، فبالتالي ما رح تعمل ريسبونس. طب طبيعيا شو هي الاستجابة؟ الاستجابة إنه بس يوصلني بلد بكمية أقل من اللي أنا كنت بحتاجها، تلقائيا هذا الحمد لله نعمة من رب العالمين، تعمل إشي اسمه، هذا معلومة خارجية مش مطلوب منكم، تعمل إشي اسمه أتروفي، بتصغر من حالها مشان الكمية، مشان حجمها يتناسب مع كمية الدم اللي واصلها. فبالتالي هي عملت استجابة وحست إنه في عندي كمية قليلة من الدم. المثال اللي أعطتكم إياه بس توضيح النقطة سبعة، مش مطلوب منكم.
sensitive and response. تحس وتستجيب. كثير مهم النقطة، كثير مهمة. طلوا لي بالله على النقطة رقم 8. قبل شوي كنت كاتبة فوق إنه هاي الوظائف الثمانية لكل الخلايا. نقطة 8 شو حكينا؟ For the mast cell لمعظم الخلايا مش كلها. Reproducing الإنتاج. Reproducing تنتج كوبي من نفسها. تنتج نسخ من حالها. تكاثر حالها. Growth تعمل. طب ليش for mast؟ لأنه في عندي خلايا تقدرش تنتج من حالها. تقدرش تعمل reproducing. مين هي هاي الخلايا؟ النيرف سيل والكارديك ماسكل. Somebody cell not able not apply nerve cell or and cardiac muscle فهي فاقدة قدرتها على انها تعمل reproducing بعد ما تتكون. Great صح، حلو كثير صح؟ صح 100%. هاي الوظائف الثمانية اللي حكيتها، هاي الوظائف الثمانية اللي حكيتها او خلينا نحكي السبعة بتصير لكل الخلايا، ونقطة ثمانية بتصير لمعظم الخلايا عدا النيرف والكارديك. خلينا ناخذ وظائف متخصصة، يعني مش كل الخلايا بتقدر تعملها. خلية نفسها هي اللي بتعملها، يعني كل نوع من الخلايا له هاي الوظيفة، فبنحكيها specialized cell function. ايش بنحكيها؟ specialized cell function. ايش يعني specialized cell function؟ Not all the cell، مش كل الخلايا can do it، قادرة انها تعمل هذا الاشي. Not all cell can do it، مش كل الخلايا بتقدر تعمل هذا الاشي. great صح؟ هو سبيشالايز لخليه نفسها، بناء على وين هي، بناء على الفانكشن تبعتها بدها تعمل هاي الوظيفه. اكزامبل، خلينا ناخذ مثال الماسكل. تمام، الماسكل كونتراكشن. كونتراكشن وظيفه صح؟ كونتراكشن. خلينا نقرا. There is a contract protein. في عندي contract protein اللي هي المايسن والاكتين والمايسن اللي اخذتوها بالتوجيهي. مش كان في عندي تداخل بين الاكتين والمايسن، بعدين ما صار في عندي contraction، صار في عندي انقباض. فبالتالي أنا في عندي شو؟ في عندي contract protein، في تداخل بينها بطريقة معينة بتخلي المسكل يصير لها contraction. تمام؟ رح تاخذوه إن شاء الله بمادة الفاينل، رح تاخذوه بالتفصيل. muscle contraction انقباض الخلايا. أنا في عندي بروتينات، وجود هاي البروتينات هو اللي بيساعدني إنه يصير في عندي شو؟ contraction. هم الاكتين والمايسن بصير في عندهم انتراكشن بطريقه معينه، وزين بحقق عندي الكونتراكشن. مثل ما حكيت لكم بالبدايه انه اي شيء بده كونتراكشن، مثل كانت السكيليتال مسكل، مثل كانت السله المسؤوله عن انتاج الجاستريك جوس، الهارت، تمام؟ هاي بحاجه ايش؟ هاي كونتراكشن بحاله انقباض مستمره، بحاجه الى اي تي بي، فبالتالي هي بحاجه لكميه كبيره من الميتوكوندريا. تمام؟ تمام. خلينا نرجع نقرا. The muscle contraction. There is a contracted protein found in the respective way، موجودة بطريقة معينة. And interact، تتفاعل مع بعضها بطريقة between other in a special way، بطريقة متخصصة. To the achieve muscle contraction process. بروتينات، هاي البروتينات موجودة بطريقة معينة، تعمل interaction بين بعضها وبعض عشان تحقق لي contraction. بالتالي we will found a large mitochondria. بدنا كمية كبيرة من الميتوكوندريا and a certain channel. شو وظيفة الشانل؟ القنوات. حكيت لكم بنقطة 5 و 6 إنه الخلية دائماً بحاجة للإنتراكشن بين البيئة المحيطة حواليها. تمام؟ البيئة المحيطة حواليها، فبالتالي هي حتى تتواصل مع البيئة المحيطة بدها قنوات. هاي القنوات بتطلع الماتيريا من هاي الخلية وتدخلها بالخلية الثانية. مثال بسيط رح تاخذوه ان شاء الله بمحاضره رقم ببارت رقم 5 بالتفصيل. هي عندي خليه هون، حتى يصير في عندي انتر اكشن بين الخليه والخليه بكون في عندي قناه زي هيك شنل. اوكي This is modification. هاي التغيرات كميه كبيره من الميتوكوندريا اكر بتصير to the make cell، حتى تخلي الخليه كان بيرفورم الفانكشن تبعها، which is اللي بيميزها عن الخلايا الثانيه هو الكونتراكشن. This is adaptation to the perform to prepare the cell to do function. هذا الادابتيشن اللي صار مشان الخليه تكون قادره على اداء الفانكشن تبعها. بتمنى تكونوا فاهمين لهسه. الاشياء اللي حكيناها كلياتها سهله، اوكي؟ رح نحكي حاليا عن السل، عن الخليه. سوري.
حاليا رح نحكي عن الخلية. أنا في عندي ملايين الخلايا بجسمي، أنا في عندي تريليون of the cell in the human being، ملايين ألوف ملايين الخلايا في جسمي. Is a living structure for the month or the year. هاي الخلايا قادرة أنها تعيش لسنوات وشهور وفي بعض الأيام. I provide it surrounded fluid contain appropriate nutrition. هاي الخلايا حتى تكون قادرة أنها تعيش، حكينا هي بدها تأخذ الغذاء من مين؟ من البيئة المحيطة فيها. هذا البيئة المحيطة فيها غالبا بتكون fluid اللي هو الدم، تمام البلازما. أوكي رح تفهموا هاي النقطة بالتفصيل، إيش يعني كلمة fluid، شو جاب كلمة fluid surrounded fluid ببارت رقم 2 هو الفيديو الجاي. فإذا أنا عرفت أنه في عندي خلايا ملايين الخلايا بجسمي، هاي الخلايا ممكن تعيش لشهور سنوات، في منها بيعيش لسنوات سنوات، يعني في منها بيعيش لثمانين سنة، منهم النيرف سيل. أوكي سيل ار ذا بيلدينج بلوك اوف ذا بودي. تشبيه كثير جريت، حلو صح؟ ايش قاعد يحكي لي؟ يحكي لي انه الخلايا هي الوحده البنائيه للجسم، مثل البلوكات الصغيره اللي بتبني البيت، نفس الشيء الخليه، خليه فوق خليه فوق خليه بيبنوا لي البودي. I provide a structure for the body, a tissue and the organ, ingestion and nutrition that confer them to the energy and perform the specialized function. تمام؟ هي بتعطيني الشكل الوظيفي ده التشو والأورجان، بياخذ الغذاء بيحولها لإنيرجي بيعطيني الفونكشن تبعته وهكذا. السيل also contain، كثير مهمة هاي النقطة، كثير مهمة هاي النقطة، بتوضح لي أو مكملة لنقطة رقم 8 هون. صحيح قبل ما أكمل ستوب خلي أعطيكم بريك، احكوا لي شو رايكم بالسلايدات بليز، ترتيب السلايدات اللي انه هو بطريقه كتاب ومتعوب عليهم كثير، اعطوني رايكم، بعثوا لي مسنجر، بعثوا لي تليجرام، بتقدروا تحكوا لي، احكوا اعطوني رايكم بترتيب السلايدات. ثانك يو، شكرا لكم. خلينا نكمل. هاي النقطه هون قاعده بتوضح لي او بتوثق لي كلمه 8 هي ريبروديوسينج. الخلايا في عندها هيريديتري كود، في عندها شفره وراثيه. اوكي هاي الشفرة الوراثية بتمكنها أنها تعمل كوبيز من نفسها، نسخ 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 من نفسها، وهاي النقطة راح تاخدوها وتشفعوا منها بالجينيتكس إن شاء الله. سيل تحتوي على الهيريديتي كود. Control the substance synthesis by the cell تسمح للخلية أنها تعمل كوبيز of themselves. تمام؟ نقطة برانية بس حبيت أحطها عشان تكونوا عارفين ايش هو. اخر موضوع لهذا الفيديو هو الاورجانيزيشن اوف ذا سيل. It is the two major part are the nucleic and the cytoplasm. طول علي. ايش في عندي؟ في عندي nucleic وcytoplasm. Two major part of the cell. اوكي؟ The nucleics تنفصل أو تنفصل عن السيتوبلازم عن طريق نوكليور ممبرين، واضحة؟ and the cytoplasm ينفصل عن surrounding fluid بالسيل ممبرين also called plasma membrane. هاي أنا بس حطيتها لحتى اللي ما درسش بيو أو اللي ناسي بيو يرجع ياخدهم بالتفصيل. فأنا في عندي major parts نوكليت وسيتوبلازم، اللي بفصل النواة عن السيتوبلازم اسمه نيوكليير ممبرين، اللي بفصل السيتوبلازم عن الفلويد المحيط حوله هو السيل ممبرين أو البلازما ممبرين. The different substances that make up the cell تجتمع مع بعض بسميها بروتوبلازم. بروتوبلازم هو كومباوند بتكون من خمس مكونات أساسية: الووتر، الماء، البروتينات، الليبيد الدهون، الكربوهيدرات، الايونات ذات الشحنات. اوكي هاي معلومات قديمه اخذتوها بالبيو بس حبيت احطها هون. تشو ليفل، اول شيء حكينا سيل، بعدين التشو، خلايا ذات نوع معين تجتمع، اللي الستركشر تبعها والفانكشن تبعتها
وحده بيجتمعوا مع بعض حتى يكونوا عندي تشو. تشو ليفل cell of the similar structure and function combined to the form tissue. في عندي أربعة main type of the tissue: muscle tissue, nerve tissue, epithelia tissue, connective tissue. شايفين هاي التشو المعلومة اللي حكيت لكم إياها هسه أنا؟ هذا هو موضوع الهيستولوجي الكامل. مش في عندكم مادة اسمها هيستولوجي؟ هذا هو موضوع الهيستولوجي. بالهيستولوجي إن شاء الله رح تاخذوا هذول الأربع أنواع، رح تدرسوا كل واحد منهم بالتفصيل. رح تاخذوا الإبيثيليا، إيش هي الإبيثيليا، شو مكوناتها، كيف تجتمع مع بعض، إيش وظائفها، كيف شكلها، شو أنواعها، وهكذا. أوكي، أول واحد رح تاخذوا الإبيثيليا، بعدين رح تاخذوا الكونكتيف، بعدين المسكل، بعدين النير إن شاء الله. أوكي، بعد التشو أكيد في عندي شو أورجان ليفل. أورجان ليفل كله هون كثير منيح. الأورجانز بتتكون من two or more type of the tissue، حتى بيجتمعوا مع بعض حتى يعطوني function معينة. تمام؟ فكل عضو بيتكون من نسيج، يعني من نوعين من الأنسجة أو أكثر حتى يقضوا وظيفة معينة. طب في عضو ماخذ كل أنواع الأنسجة ومكون حاله؟ آه، الستومك، المعدة، هي مثال على أورجان مصنوع من كل، قال مصنوع made up of all four type of the tissue. هي الستومك من الإبيثيليا، الكونكتف، المسكل، وبتتذكروا مسكل والنيرف تشو، الأنواع الأربعة. تمام؟ وصلنا للليفل تبع مين؟ تبع الأورجان. بعد الأورجان إيش بدي يجي عندي؟ بدي يجي عندي body system level. body system level. body system level. جسم الإنسان. A group of the organ مجتمعين مع بعض مشان تكون عندي system. skeletal system, muscular system, circulator, digestive, urinary, nerve, lymphatic system, endocrine, respiratory system, reproductive system إلى آخره. إيش system؟ مجموع من organs. هاي الأورجانز لها علاقة بفانكشن معينة. تمام؟ هاي الفانكشن رح تخليني قادرة على الحياة. حلو؟ هذا هو البودي system. مراجعة بسيطة. أخذنا cell، بعدين organ، بعدين tissue، بعدين organ، بعدين سيستم، بعدين جسم السيستم اجتمعوا كلهيتهم مع بعض بيكونوا هو جسم الانسان. اوكي، هيك بنكون خلصنا موضوع اليوم ان شاء الله. رح اراجع معكم مراجعه سريعه. اول شيء اخذنا الموضوع اليوم كان عباره عن cell or the living unit of the body، واتوقع انه كثير سهل ما رح تتغلبوا فيه. رح ينزل حاليا سؤال ان شاء الله رح يكون موجود بصندوق الوصف، بتمنى انكم تجاوبوا عليه. اوكي، سؤال لهي المحاضره. ورح انزل حاليا البوست. اخذنا بعدين، حكيت لكم عن الفسيولوجي بشكل عام، اخذنا الهيومن فسيولوجي، اخذنا موضوع كثير مهم هو الادابتيشن. اخذنا موضوع مهم اللي هو الادابتيشن، وظائف الخليه بشكل عام، كل الخلايا لها وظيفه معينه، وكل خلية لها وظيفتها الخاصة. بناء على شو؟ بناء على الفانكشن بصير في عندي adaptation للستركتشر. آخر شيء أخذنا البودي كامل من شو مكون؟ سيل، بعدين تشو، بعدين أورجان، بعدين سيستم، بعدين تكون عندي البودي. بالتوفيق، وبتمنى عن جد تكونوا استمتعتوا بالمحاضرة، وبتمنى إني ما أكون طولت عليكم، والتوفيق جميعاً.